السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج. برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تربية الماعز البور والمعلومات الخاصة بالماعز البور. الماعز البور من أفضل سلالات الماعز على مستوى العالم، بيرجع أصلها إلى دولة جنوب أفريقيا، ومن هناك انتشر تربية الماعز البور وانتشرت السلالة حول العالم، وذلك لأن الماعز البور بيتكيف بسرعة في الأجواء الحارة وفي الأجواء الباردة. وكذلك دلوقتي يعني احنا دلوقتي في مصر، وزارة الزراعة أطلقت خطة إن هي استيراد الماعز البور، وبدأ الناس تحجز على شراء الماعز البور. الأنثى أو أنثى الماعز البور دلوقتي التعاقد عليها بيكون ب9000 جنيه الأنثى، والذكر لم يتم تحديد سعره بعد، ولكن في أقاويل بتقول إن هو بيتراوح من 10000 ل12000 جنيه للجدي اللي هو بيكون قادر على التزاوج، أو إن هو الجدي الكويس. الماعز البور إحنا زي ما إحنا شايفين دلوقتي من أفضل الأنواع، لأن هي ك تحويل عالي للحم زي ما احنا شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني الذكر بيزن اكتر من 120 كيلو، اللي هو الذكر البالغ بيزن اللي هو معدي سنة في عمره، بيوزن من اكتر من 120 كيلو لو احنا مأكلينه كويس وعارفينه كويس. والانثى برضو بيكون وزنها من 60 كيلو ل80 كيلو اللي هي الانثى، وبتدي انتاجية عالية في التوائم وكذلك في انتاج اللبن. فعشان كده الماعز البور من افضل انواع السلالات في التربية، خاصة للي عايز يربي للذبيح واللي عايز يربي كتربية للاكثار والبيع. وشكرا على المتابعة وعلى الدعم اللي بتقدموه للقناة، وما تنسوش تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم في حلقة أخرى بإذن الله.